ما انا ما حدش يقول لي اهدى، والاشكال دي هنا وحياه امي لخرب بيتك انت وجوزك. اطمن بس على ابني الاول. هو انت فاكره النمره اللي انت عاملاها انت والمحروس جوزك دي هتاكل معانا؟ احنا عنا بتموت جوه، مش هنسيبكم في حالكم، هنقفل لكم المدرسه دي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينتقم منكم يا ظلمه. ممكن بعد اذنك لو سمحتي حد يطلع من جوه يفهمنا ايه اللي بيحصل؟ ولادكم تحت الملاحظه، اللي في العمليات هم اللي حالتهم خطيره. كل ده مش مقبول بالنسبه لي، انا مش عايز اسمع ولا كلمه غير لما اشوف ابني بعيني. هو حضرتك ممكن نشوفهم عشان نطمن بس؟ صعب. انا لسه ما جاليش تقرير مفصل باي حاله، بس عندي حالات صعبه. في حد ممكن يموت؟ ممكن. دكتور زكي. ايوه. دكتور زكي مدير المستشفى، سياده الرائد صفوت. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. بعد اذنك كنت محتاج اعرف شويه معلومات. انا ما عنديش معلومات دلوقتي ممكن اقولها لك، انا عندي حالات صعبه، جزء من الاولاد اللي فاقدين الوعي في العنايه، والجزء الثاني في العمليات، بين عظام وجراحه، حتى الحاله الوحيده المستقره في اوضه العمليات. كل اللي حضرتك قلته ده معلومات مهمه. ويا ترى بقى كل اهالي الاولاد هنا موجودين؟ لا لا، مش كلهم موجودين. في واحدة أهلها جايين من السفر، وفي واحد مش عارفين أهله. مين الولد ده؟ لا معرفش. الأستاذة نجوان مديرة المدرسة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مين صاحب المدرسة؟ أنا يا فندم. طب كويس إن حضرتك هنا. أنا كنت طالع دلوقتي على المدرسة عشان محتاج أفرغ الكاميرات. طبعا يا فندم. ليه؟ يعني إيه ليه؟ ايه علاقة الكاميرات بالحادثة؟ حضرتك ده شغلنا. هرجع لحضرتك تاني. اتفضل يا استاذ منصور. اتفضل يا فندم. يلا دقيقة هوا. باشا يا عم. عايز مدير مستشفى على التليفون. أول مكالمة بعد المقدمة. أيوه. البيجي؟ باسم في المستشفى. يعني ايه في المستشفى؟ ابنك كان في الاوتوبيس وحالته خطيره. ثري تو ون اوت.